اسمع رايك في فكره المهرجانات، خصوصا العنصر اللي قاله الاستاذ حلمي مهم، وفكره المغالاه قوي قوي في صناعه المزيكا دلوقتي. تعمل كليب او تعمل اغنيه بقت مكلفه. رقم اتنين بيتهيألي كمان، وانت اضرب دي بقى، انت بتاع مزيكا مزيكا، المهرجانات فتحت الباب قدام ناس كتير قوي انها تلاقي فرصتها. مش لازم بقى يبقى صوت حنجره زي حلمي ولا زي عمرو ولا زي ايهاب توفيق ولا بتاع، لا يعني بتقضى. يعني انا بيجي لي مطربين كتير قوي صوته يعني ما بيعرفش يغني خالص، فبقول له لا صوتك مش كويس لازم تتدرب، يقول لي يعني فلان ده ما هو نجم، ما هو بيقارن بيه وعنده حق. طب هعمل ايه؟ طب انا مش عارف اقول له ايه. المهم بقى، انا موضوع المهرجانات، انا بحب المهرجانات جدا، وفي اصوات حلوه وفي تيام حلوه، مع انهم طبعا في تيام كتير سرقنا مننا كتير قوي، بس في تيام حلوه وفي اصوات حلوه. انا والريتم برضو اتطور دلوقتي وبقى كويس يعني حلو. لكن انا اللي ما بيعجبنيش الكلام. يعني مثلا لو عايزين نعمل اغنيه رومانسيه اتنين يحبوا بعض، في مهرجان عمل كده؟ في اغنيه مثلا بتمدح مثلا سيدنا النبي في مهرجان؟ في اغنيه مثلا بتتكلم عن مشكله وطنيه؟ يعني ما فيش. هي كلها اغاني، عايز اهم حاجه يدور على الافيه وعلى اهم حاجه التيك توك، ان الناس كلها هي. أيوة. هو ده اللي خلى المهرجان ده يبقى سايد وما بيسمعوش للحاجات التانية. صحيح. ان كل واحد عايز يعمل تيك توك، عايز أيوة يعمل حق. عايز يعمل مهرجان، عايز ياخد واللي بينجح دلوقتي دل... يعني كنت لسه بقول للاستاذ حلمي اللي بيعمل مهرجان وعايز ينجح بيروح يشوف من نجوم التيك توك ويقول له اعمل مقطع منها غني عندك حته. حق والله. التيك توك ده سيبك من المهرجان، هو ده بقى اللي بوظ الدنيا. التيك توك بقى هوس، بقى هوس مصري. السوشيال ميديا سيستمر، هي هو يعني هم في ناس حريفه سوشيال ميديا. أيوة. زي ما عصام بيقول لك كده، يروح على التيك توك في مين اللي مشهور، طب اعمل لي او اعمل لي او كذا كذا. فده بيعمل انتشار مجرد انه يعمل بس مقطع 20 30 مليون شافوه. طيب احنا اتفقنا انه احنا مش ضد المهرجانات وان فيها حاجات كويسه طبعا، وان اتفقنا ان وجودها لطيف بس يصلح الكلام لا دلوقتي دلوقتي قلت شويه قلت طبعا قلت. بعد ما الدنيا ابتدت تركز على القصه دي والنقابه ابتدت تظبطهم. ايوه هي دي بقى القصه اللي بقول لحضرتك عليها. خلي عندك الشجاعه الادبيه، امسح القديم وامسح القديم امسح القديم. طيب ودي قصتكم، انا متهيألي انتوا شغالين فيها في النقابه ووراهم لحد ما يمسحوا كل حاجه، مش كل حاجه قوي يعني بس. السؤال بقى الصعب، خلاص احنا اتفقنا انه تمام، وبعد ما ظبطوا احوالهم في اللحن او في المزيكا والكلام تمام، هو السؤال ليه هم بس؟ يعني طول عمرنا كان في، او على الاقل في عمري انا 50 سنه اللي فاتوا، في الغنى الشعبي وفي الغنى الديني وفي الغنى العاطفي وفي الغنى الوطني وفي لون بتاع عمرو دياب وفي اللون بتاع منير وفي اللون بتاع حلمي وفي كذا. ايوه احنا النهارده لو انت رحت خدتك انا واستاذ حلمي ورحنا سهرنا دلوقتي، سواء دي جي ولا فلاشه ولا ايا كذا، مش هتسمع حاجه غير كلها اغاني مهرجانات كلها. عشان السوشيال ميديا خلت الجيل اللي طالع كله بيعمل التيك توك والحاجات دي يعني بس احنا حتى احنا عايزين نسمع. انا مش لاقي الجيل الجديد. ومصيبه بقى دلوقتي لما الاقي، مش عايز اجيب اسماء بس، الاستاذ حلمي بانه موجود وفجاه ان بكره استاذ حلمي عبد الباقي عامل اغنيه مهرجانات، قال لا ليه يا عم الحاج؟ يقول لك عشان هي دي اللي ماشيه. ما هو ما حدش بيسمع الاغاني، عايز فيوهات وعايز مشاهدات. أيوه. وعايز كذا. انا بعمل اي لحن ما مش ممكن هسمعه على العود دلوقتي. أول المطرب اول ما يشوفني عليهم كده يقول لي لا ده قديم، من غير ما يسمع هيبقى عامل ازاي؟ من غير ما يسمع، من غير ما يسمع خلاص. فبقيت اضطر اروح لموزع نعمل الديمو عنده ويسمع بالمزيكا، لان لو سمعت انا كل الالحان الجميله اللي عملتها زمان دي كنت بسمعها على العود، والاستاذ حلمي كنت بسمعها على العود، ونقعد نغير ونعمل هنا ونظبط الطبقه كنا بنعمل في مطبخ حلوة. يا استاذ تامر كان في مطبخ بجد يعني، كنا بنقعد ونتكلم ونقول لا نشيل دي، لا نعمل دي، لا طب الجمله دي حلوه، لا الجمله دي وحشه، وبنعمل مجهود في الاخر بتطلع غنوه، وكان الرهان كان على ذوق المستمع. مظبوط، كنا بنراهن على ذوق المستمع. دلوقتي انا ما اقدرش اراهن على ذوق المستمع بصراحه. ده خلصت التراك عشان اعبي صوتي وننزل على ترند، ده موضوع صعب جدا على فكرة. لغه تانيه غير اللي احنا تعودنا عليها يعني. والغريب ان كل يعني لازم نقول الحقيقه، كل فئات المجتمع. كنا زمان بنقول الغنى الشعبي، كان الله يرحمه شعبان عبد الرحيم في الحاله او الظاهره اللي كان عاملها وقتها، وكنا قلنا فئه معينه هل بتسمعه ومش عارف ايه، وحتى النجمة عدوية وأرباب الفن الشعبي كله كانوا بنقول إن في دماغ بتحب اللون ده. أيوة أيوة. أنت بتتكلم دلوقتي على حتى الأفراح اللي في فنادق 7 ستارز بيشغلوا مهرجانات. شغلوا مهرجانات. أيوة. والنجوم اللي بيحيوا مع كامل احترامي شاكوش وحمو بيكا وعمر ومش عارف إيه، هم دول نجوم الأفراح حتى الغالية. أيوة. قبل كده كانت دي اسمها الأفراح الشعبية، هم نجوم الأفراح الشعبية. لا ده دلوقتي حلوا مكان المطربين العاديين في الأفراح اللي هي
اللي بيسموها الهاي كلاس يعني. ال الريتم والبيت اللي معمول عاملينه ده يرقص القرد. لو عايز تلغي المهرجان الفكره دي الغي جيل كامل طالع. لا صعب. لا مش صعب. صعب. فصعب. انا مش عايز نطوره بقى. انا مش عايز الغي. احنا نطوره. بس عايز احافظ على الالوان الثانيه. طبعا. وده لا. لو لا. ما سمعوش الريتم ده يقول لك ده قديمه ما يرضاش يشغل اغنيه. لا لا. يعني لازم نعترف وانا هنا انتوا عارفين انا طريقتي فيها يعني صراحه علشان احنا عايزين نحل. الوحيد اللي محافظ على نفسه عمرو دياب. أيوة. يعني الوحيد لانه حاله خاصه اللي محافظ على نفسه اللي منزل اغنيه او نزل البوم بالمزيكا العاديه اللي هي بيسموها القديمه. ايوه للاسف يعني بيسموها القديمه. الاقبال هو هو والنجاح هو هو والانتظار واللهفه عليه هو هو بسم الله ما شاء. أيوة. الله طبعا. غير كده شكرا. يعني انا تخيل ان مصر وانا هذا الكلام بقوله على عهدتها ومصر دلوقتي الغنى اللي فيها مهرجانات وعمرو دياب.